هل لدعاء الاستفتاح صيغة معينة فضيلة الدكتور؟ ورد فيه صيغة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومنه أيضا أن يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. ومنه قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبأي استفتاح استفتح مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أو غيره فإن ذلك مستحب وفيه أجر عظيم. نعم.